يا كريم يا جبار يا عليم يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعل الناس كل الناس بهدايتك وأمنك وأمانك وسلامك ورحمتك ومغفرتك، يا أيها الغفور الرحيم الجبار المتكبر العلي القدير. حقق لي داكشي اللي في بالي، بغيت وليدي وبنيتي ذرية صالحة، يا ربي تربطهم بوليدات الناس الصالحين يخافونك ويهابونك ويطيعونك ويخشونك ويمشون على ذمة الله يا أرحم الراحمين. يا ربي دايما كنقولها لك وكنعاودها فيما كنحس برغبة أنني نجي ندعي ونلقاك ونشوفك، وأنا شايفاك في خلقك وفي عظمتك وفي قدرتك وفي حبك لعبادك وفي رحمتك. دعيت مع وليدي وسهل لي الله، وما زلت ندعي معه وكنقول يا ربي توفقه كل خطوة خطاها. تنقول لي إذا عزمت فتوكل، إذا عزمت فتوكل، إذا عزمت فتوكل. يا ربي تهلي بنيتي على شي خديمة تخدم، دابا كتقرا وبيتها تخدم وربطها بولد صالح كيخاف الله ويبر بيها ويحسن بيها ويسعدها. شكرا يا رب، شكرا يا الله، شكرا يا الله، وحمدا حمد وشكر لك، اللهم لك الحمد والشكر.